سكين هتكون ب 899 دايموند، يعني ايبك سكين تقريبا، هيكون لثلاثه محظوظين بيعلن العالم بعد كل مباراه. البيك والبان معاكم يا شباب، يلا ورجونا شو اللي راح يصير ما بين كده الفريقين. شكرا جدا يا زوزو. وطبعا احنا دخلنا البيك والبان بعد اللعيبه ما جهزت اخيرا يا ياسو كده، وتقول لي بقى يعني توقعاتك سريعه سريعا كده للي هيحصل في البيك اند بان حاليا، وهل بقى هنشوف الميتا برضو؟ يعني سؤالي دايما هساله لك يا ياسو، هل الميتا اللي هتكون هي المسيطره على البيك والبان، ولا التارجت بانز هيكون ليها طابع اكتر في ده؟ توقع منك يعني. والله هو كتوقع مني انا شايف ان صعب تعمل تارجت دلوقتي، لان في لعيبه اول مره هنشوفها معانا، يعني مثلا هاين سالس، او يعني هو يفضل ان هو نقول له سالس اللاعب الخاص بفريق الاوكامي في الجولد لين، لسه ما شفناش الهيروز بتاعته ايه، ولسه برضه ما شفناش فيوري بيلعب ايه مع فريق الاوكامي، فصعب جدا تركز على الاثنين دول. اما بالنسبه للناحيه الثانيه دوريمي وزد وزد دراجون بقالهم كتير ما شفناهمش، فبالتالي المره دي محتاجين ان احنا نشوف منهم او مش محتاجين، ولكن اكيد هنشوف منهم بكات ممكن تكون غير متوقعه. بالنسبه للجانجلر، ودي حاجه كنت لسه صراحه حابب ان انا اقولها، جانجلر فريق تويستد ماينز متمكن جدا بالبيك الخاصه الثاني، واظن ان هو هيتحرم منها للمباراتين على التوالي. اما بالنسبه للبانز بشكل عام من الحظر، فواضح جدا التركيز عالي قوي 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 على الجانجلرز. حقيقي التركيز عالي على الجانجلرز، مارتس وفريدرين من ناحيه فريق تويستد، الناحيه الثانيه فريق الاوكامي فاني، ولسه هنشوف مين الجانجلر اللي هيخش، لكن الجانجلر هي ايف، هي اللي هتخش من الميد لين من ناحيه فريق الاوكامي. مارتس طبعا احنا عارفين كينجي قد ايه مميز بمارتس، والموسم الماضي كان بيبدع بمارتس، وعشان كده اعتقد تويستد اتجهوا ان هم يعملوا بان لمارتز. وفاني زي ما انت قلت طبعا يعني مميز بيها جدا، يعني لاعب او جانجلر لفريق تويستد، عشان كده دي تارجت بانز. ولكن فريدرين وييف اعتقد ان هم متى اكتر من ان هي تكون تارجت بانز. ولكن هنرجع دلوقتي في الاخر ونقول ان لسه الخيارات كتير مفتوحه، لسه في فلورين اللي شفناها بتاخد بان في التو جيمز في الجيم الماضي، انجلا كمان يا ياسو كانت اختيارات البانز من ناحيه فريق الاوكي باي، وتيم فالكون حاليا لسه متاحه. هل هيكون في وجود للبيكس اللي كانت موجوده في البانز من الجوله الماضيه، ولا تعتقد ان الاستراتيجيات هنا بتختلف بشكل كبير يعني؟ هو واضح كده ان الفرق ناويه ان هي تسيب طابع الخاص بيها في البطوله الحاليه، وفي حين تواجد حتى انجلا في المباراه الثانيه ما خانيش الظن وما خانتنيش الذاكره، ما كانتش موجوده في البان وما كانتش برده موجوده في البيك، فواضح ان برده طريقه تشكيله اللاعبين للبيكات بتاعتهم بتفرق برده، وراي المدرب وكمان السينرجي ما بين خطط معينه وبعضها. يعني مثلا خلينا نقول لو انت بتلعب على طريقه لعب معينه، ان انت هتلعب بحد يتلقى الضرر، يعني شخصيه بطل يتلقى الضرر زي فريدرين اكاي باكسي او غيرها من البكات، ممكن ساعتها فعلا ان انت تجيب سبورت وده هيكون الخيار الامثل. اما لو انت بتلعب بأساسن او حد ما بيقدرش ان هو يتلقى الضرر في الجنجل، فهتميل اكتر ان انت تاخد تانك صريح او تاخد مدرع صريح يقدر يتلقى الضرر، يقدر ان هو يدخل يكشف لك البوشات. فواضح ان التركيز عالي جدا عند كل اللاعبين، وكله عارف الغايه اللي هو عايز يمشي بيها. وحاليا بعد انتهاء المرحله الاولى بشكل كامل من ناحيه فريق تويستد بتواجد فارمس، الناحيه الثانيه بيكون موجود عندنا اخر بان عند فريق الاوكامي هي باكسيا، وبالتالي بيكون عندنا 4 بان على الجونجل في حين تواجد 2 من الميجات. حقيقي وزي ما احنا شايفين دلوقتي بعد ما بوشا دخل في البان من ناحيه فريق الاوكامي، و يعني فارمس دخل من ناحيه فريق التويستد، احنا دلوقتي منتظرين بقى اول بيك طبعا اللي بتكون فيها ايه، يعني الفريق لازم يركز انه يختار حاجه تكون من ميتا. الفيرست بيك دي مهمه جدا، وفالنتينا اللي احنا توقعناها طبعا في الجوله الماضيه اللي هتكون فيرست بيك حاليا بتحضر من ناحيه فريق التويستد، واختيار موفق جدا. ولكن لسه في رد هيكون من فريق الاوكيمي، مين اللي هيتجهوا ان هم ياخدوه؟ هل هيتجهوا ان هم ياخدوا جانجلر مثلا ونشوفهم بياخدوا معاه جولد لينر ويبتدوا في التو بانز الجايين يركزوا على الجولد لين؟ هل برونو ممكن يكون ليه وجود؟ برونو يعني انا شايف ان برونو موجود في الميتا بشكل كبير دلوقتي، ولازم الفرق تبدا ان هي تعتمد عليه وتبدا تاخده كماركس مان، بينفع في جيمات كتير جدا وبينفع في حالات كتير، ويعني في بعض الاجيام هتلاقي برونو يا ياسو لو اتجهت الفرق ان هي تبدا تاخده بيكون فارق. ولكن جوي هي اللي بتكون موجوده من ناحيه فريق الاوكر دلوقتي، وهنشوف معاك بقى يعني البيك الثانيه اللي هي تريزلا، واتكلمنا بقى عن تريزلا كده وهي موجوده مع فريق الاوكامي، وهل هتكون فارقه زي ما شفناها في الجوله الماضيه ولا لا؟
انا قبل ما ارد على سؤالك على موضوع تريزلا، حابب ان انا الصراحه اكشف الاستراتيجيه بتاعتك في ان انت بتروج لبرونو، لان انت مين برونو طبعا يا جماعه، احمد الخولي مين برونو، وحابب اكيد ان هو يشوف البكايه موجوده معانا في البطوله. ولكن هي بالفعل يعني بعيدا عن المزاح او الهزار، هي بالفعل بيك تقيله جدا في الميتا الحاليه، وتقدر ان هي تكون مؤثره بشكل عالي جدا، سواء في الضرر بتاعها على الابطال بتاعه الخصم، وبرده سواء كان في البوش الخاص بيها على الابراج، تقدر ان هي تكسر كتير جدا من الابراج. نرجع للسؤال بتاعك اللي كنت بتسالني عنه، موضوع تريزلا. تريزلا هيكون مهم جدا في خطوط فريق الاوكامي، بالذات مع اكس بي لينر مخضرم زي سينزي طبعا، ولكن تواجد جوي النهارده تقريبا دي كده المره الثانيه اللي هنشوفها معانا في المباريات اللي بتجمعنا في لقائنا في اليوم الاول، موجوده النهارده هتكون مع اظن يعني في الاغلب هتكون مع كينجي لو ما راحتش الميد لين، وهو احتماليه مستبعده بشكل كبير جدا. اما بالنسبه للناحيه الثانيه واللي انا هسيب لك فيها الراي لما انت سالتني المره اللي فاتت، هيكون معانا اكسبورج وكمان كاجا. ايه رايك دلوقتي في اكسبورج بالنسبه للدرافت ده؟ اكسبورج ممتاز جدا يا هاس، وخاصه احنا قلنا يعني في الجوله الماضيه لما شفنا اكسبورج بتعمل له بان، وطبعا الفريق اللي عمل له بان كان قادر يستحوذ على تريزلا. انا يعني بحس اكسبورج دايما بيبقى ليه الافضليه على تريزلا، وبيكون يعني بيقدر ان هو يعني عارف مشكله تريزلا، بيقدر اكسبورج نوعا ما يريحك منها، فانت بتاخد هنا هيرو نوعا ما كونتر. فانا شايف اختيار اكسبورج مميز في الجيم ده، وهيكون ليه فعاليه كبيره. ولكن هنرجع مره تانية كده ونعيد البيكس على الناس ونقول لهم ان فريق التويستد كان معاه فالنتينا وكاجا واكسبورج، الناحيه التانيه جوي وتريزلا، وطبعا نوفاريا اللي هتكون موجوده من ناحيه فريق الاوكامي. هتكلمنا بقى شويه كده، يعني احنا منتظرين دلوقتي البانز اللي جايه اساسا هيابوسا، دي تارجت بان 100%، اعتقد دي تارجت بان 100% من ناحيه فريق الاوكامي كهيابوسا اللي تعمله بان، مش يعني هيرو ميتا او افضل حاجه دلوقتي، خاصه يعني هيابوسا دلوقتي انت خايف من هيابوسا ليه؟ وانت يعني فريق الاوكامي معاه تريزلا ومعاه جوي، الاثنين هيابوسا ما بيبقاش ليه اي فعاليه عليهم، ولسه طبعا احنا مستنيين بقيه البيكس. بس قول لي رايك كده في البان دي، غريبه شويه يا السوق. انا بصراحة انا دلوقتي كنت اتوقع ممكن نشوف البان دي من ناحية فريق تويستد، بحكم ان احنا شفنا كينجي كان مؤثر جدا بالبيك الخاصة بهايابوزا، وكانت واحدة من اكتر اللقطات صراحة امتاعا في البطولة الماضية وفي النسخة السابقة نسخة الربيع 2023، وعموما ده كان اختيار فريق لوكا ان هم يبندوها. اغلب الظن لو انت سالتني او انت بالفعل سالتني يا خولي، اغلب الظن بما ان زد او الجانجلر عند فريق التويستد ماينز متمكن ومتحكم بشكل جيد جدا بفاني، من الممكن ان هو يكون برضو متحكم جيد جدا بهايا او كمان بلينج، فهم عايزين يلعبوا على اعصابه وعايزين يلعبوا على بكات الجانجل. حتى الان ثلاث بكات موجوده او ثلاث بنات عفوا كده بتكون موجوده عند فريق لوكامي متمركزه على الجانجل. انا الصراحه كنت متوقع ان احنا نشوف تركيز اكبر على الماركسمان، بحكم ان الاثنين ماركسمان ما ظهروش، وبالفعل زي ما انا قلت لك كده خلاص شكلي انا اللي ايه المره دي همسك التوقعات في الموسم دوت. واضح عندنا ان بالفعل ثلاثه بان بيكونوا موجودين على الاساسن، وبيرافقهم باكسيا كاخر بان لمصلحه فريق لوكامي. ولكن انا بتفق معاك يا اسو بصراحه ان كان لازم يبقى في شويه تركيز على الماركس مان، خاصه كمان ان الماركس مان هو فالكون او فوفو دلوقتي من ناحيه فريق تويستد، واحنا عارفين قد ايه يعني فالكون مميز كماركس مان او جولد لينر موجود دلوقتي على فريق تويستد، لازم نوعا ما يكون في بعض التركيز عليه. ولكن نرجع في الاخر ونقول اختيارات الكوتش وده اللي الفريق متدرب عليه. بيتريكس هتكون الخيار الاخير من ناحيه فريق تويستد، هتكون البان الاخيره، وهي الماركس مان الوحيد تقريبا او الجولد لينر الوحيد اللي كان ليه نصيب في البانز من العشرة بانز للفريقين. وزي ما انت قلت طبعا او ذكرت ان لينج كان اخر بان من ناحيه فريق الاوكامي، عندهم اربعه بان على الجانجلر وبس ييف من الميد لين، الناحيه الثانيه زي ما احنا شايفين مارتس وفريدرين طبعا يعتبر جانجلر، وفارمس طبعا الجوكر زي ما انت قلت بيقدر يكون في الروم وفي الميد لين على الاغلب في الميد لين، خفرع كرومر، ففي تنوع من ناحيه فريق تويست كده، تحس ان هم كل رول يعني اخذوا منها هيرو مميز وعملوا له بان، لكن الناحيه الثانيه كانوا مركزين بشكل كبير على الجانجل، وكانوا يعني نوعا ما عايزين يعزلوا الجانجلر بتاع فريق تويستد. هو انا في حاجه دلوقتي حضرتني، هو احنا ممكن نشوف على فكره برضو اكسبورج في الجانجل، هي حاجه هي انا شفتها كتير الصراحه في بطولات عالميه، يلعب في جانجل ولكن انا يعني انا معاك، هو ممكن يلعب في الجانجل وممكن يلعب على الاكس بي، وزي ما انت يعني قلت صراحه دي حاجه ما كنتش خدت بالي منها. فريق التويستد ماينز ركز اكتر ان هو ياخد زي ايه ثمره كده من كل شجره، خد من عند الجانجل شويه، خد من المش شويه، خد من كل رجل قبيله التانك شويه،
واضح كده عندنا ان هو ايه مش ناوي ان هو يزعلك خالص، وشكلنا بالفعل هنشوف برونو معانا لو كانت البيك اتحسمت. بالفعل البيك اتحسمت، ويلا بقى جالك برونو، وعايزين نشوف طبعا اللعب بالكوره واللعب على الاعصاب، وكمان هيكون معانا لانسلوت كاخر بيك موجود مع فريق التويستد ماينز، وبالتالي فريق التويستد ماينز بعد تضييق الخناق على الاساسنز بيقدر برضه ياخد اساس مهم جدا وهو لانسلوت. برونو بصراحة يعني مش بس عشان هو المين بتاعي، لكن برونو حاليا هو من افضل الماركس منات او جولد لينرز، وطبعا مع فوفو هنشوفه قد ايه هيكون مؤثر. ولكن انا شايف السوابس بتحصل كده، ومش فوفو اللي حصل على برونو، انا شايف يعني اكس بورك مع فوفو وبرونو مع زد، فهي اكيد السويتشات لسه هتتغير تاني ولا هي هتثبت على كده بصراحة لسه مش عارفين. لكن في كل الاحوال هنرجع تاني ونتكلم على برونو ان هو خيار مميز كده، وزوزو طبعا اللي منورنا دلوقتي يقول لنا رايه. حبيبي هلا انا قبل كل شيء رايي بدي افهم المين تبعك، المين تبعك ميليسا ولا برونو؟ لانه الموسم اللي طاف كانت ميليسا، هلا صار برونو ما فهمت. برونو انا من زمان خالص مين برونو، فلاعب بيه حوالي 3000 جيم او 3500 جيم، بس بعد كده طبعا ابتديت ان انا ابتديت اغير يعني كلود عندي برضو 2000 جيم. انا جولد دينر صريح خلي بالك، والجولد دينرز في البطوله حاليا يعني لو هم عارفين ان انا موجود كلاعب يعملوا الف حساب، بس انا خلاص بقى سبت لهم الموضوع يعني. هذا تصريح خطير كثير، هذا هو مو بس يا شباب، هو مو بس جولد لينر صريح، وحتى معلق صريح كمان. ليك للامانه من ناحيه البكات والبنات الفريقين بكاتهم جيده، بعتقد هون راح يلعب دور كثير كبير الستايل اللعب التكتيكي. كون معك صريح، اختيار اكسبورغ غريب ولكن ممكن نشوف شيء مختلف سبيشال. اختيار برونو كان جدا رائع، وكمان خيي تيريزلا انا بالنسبه لي تيريزلا هذا الموسم عم يعمل تفجيرات كثيره، عم يحاول يعطينا مفاجات كثيره، فبالتوفيق لكل الفريقين. رح نشاهد هلا بيست اوف 3 مختلفه تماما عن اللي شفناها من قبل. اول مره الفريقين رح يثبتوا وجودهم، دائما مهم جدا كيف انت تفوت المجلس، مهم جدا كيف انت تخرج من المجلس، والمجلس هون هو ارض المعركه وارض المواجهه. راح اترك الساحه حاليا لإلياسو والخوذي لحتى يمتعوكم اعزائي المشاهدين في التعليق على المباراه، متعونا وامتعونا، الهواء لكم يا ياسو يا خوذي. نشكرك طبعا يا زوزو طبعا على وجودك الجميل معنا، وطبعا كده يا ياسو عايزك كده يعني تكلمنا عن اللاين ابس الموجوده حاليا والدرافت، يعني قول لي رايك بسرعه كده يا ياسو، شايف مين معاه الافضل في الدرافت، وكلمنا عن الدرافتين بشكل عام. هو انا بشكل عام شايف ان الاوكامي مركز على ان هو يجيب تارجت، ان هو يعمل زي ايه تارجت بيك اوف. يعني ايه تارجت بيك اوف؟ ان هو يحط عينه على شخص معين ويقدر ان هو يجيبه. معاك ايديث من رايس كريم اللي هنشوفها مع، يعني ما اظنش ان دي اول مره رايس كريم يلعب قصادنا بايديث، ولكن عموما هي بيك يعني خطيره جدا ان احنا نشوفها في الروم، واظن ان هو هيقدر يلعب بيها بفعاليه، فبالتالي هيكون في تركيز شويه على رايس كريم في الماتش ده. وبرده كل الابطال الخاصه بفريق الاوكامي بشكل حلو جدا بيركزوا على ان هم يطلعوا واحد من التيم فايت ما عدا البيك بتاع تريزلا. اما بالنسبه للناحيه الثانيه فايوه هيكون موجود عندك كاجا اللي بيركز على شخصيه واحده، وباقي الشخصيات اللي بتركز برضو على تارجت واحد، فبالتالي برضو متبنيين مش هقول لك نفس الستايل بالضبط، مش هقول لك نفس الريتم او طريقه اللعب بالضبط، ولكن اللعبه هيكون متقارب جدا. هنا في الماتش ده التيم فايتس هتكون مش فيها افضليه لشخص معين، فاهم قصدي؟ اللي هو مش فيها حد معاه اريا كراود كنترول او مساحه واسعه ان هو يلعب عليها، لا كله هيلعب على تارجت واحد ويطلعه بره الماتش. اتفق معاك تماما بصراحه يا ياسو، ولكن زي ما احنا شايفين كده البدايه دايما بتكون هاديه مع الفريقين، اول مره تقريبا يلعبوا قدام بعض زي ما احنا قلنا، يعني الفريقين نوعا ما في تغييرات كتير حصلت، او هم مزيج لعيبه معظمها لعبت، ولكن المزيج من اللعيبه ده مع بعضيهم لسه جديد، فعشان كده هيكون في حرص شويه في اللعب. اعتقد الفايتس مش هتكون حاضره بدري، يعني شفنا مع فريق الاوكي باي وفالكون اول جيم شفنا فايتس ايرلي، ولكن كان متوقع شويه ان ممكن يعني الاثنين يخشوا على بعض بدري كده يحاولوا يجيبوا كلات، لكن دلوقتي لا اتوقع ان اللعيبه هيلعبوا سيف. بالنسبه لبرودي وبرونو بصراحه ال1 في 1 دي اشوف يكسبها برونو يعني مستريح، يعني ال1 في 1 يكسبها برونو مستريح، ولكن طبعا هنا زي ما احنا شايفين المساعده اللي جات لبرودي، برودي عايز يبدا يجيب ليفل 4 عشان يبدا يقف قدام برونو، وكمان ممكن ما يقدرش يقف قدامه. لكن زي ما احنا شايفين كده رايس كريم كان موجود في الانفوش وقال لكاجا انت رايح فين، مفيش جانك هتقدر تعملها النهارده، والهدوء لسه مسيطر يا اسو زي ما بقول لك، يعني صعب ان انت تشوف كلات ايرلي، الفايتس او المناوشات موجوده بس لسه الكلات غايبه، والترت الاول على بعد 20 ثانيه تقريبا.
والله هو زي ما بيقولوا كده، الهدوء اللي ممكن او اللي هيسبق العاصفه اللي هتحصل بعد شويه بين فريق التويستد ماينز وكمان فريق الاوكامي. وهرجع كده لحاجه او احساس صراحه انا حسيته كده في البوت لين، وهو ممكن يكون غاب عني صراحه لما كان ليو بيلعب مع فريق الفالكونز. ايه احساس برضو فالكون بقى مش فالكونز، فريق لا فوفو، خلينا نقول فوفو عشان اسمه فوفو دلوقتي. ايه احساس فوفو وهو بيلعب قصاد فريقه السابق وهو مطالب ان هو يقدم اداء عالي جدا قصاد فريقه السابق وبيلعب قصاد المرايه بتاعته في فريق الاوكامي؟ صراحه احساس يعني ممتزج جدا، او يعني مليان كده مزج، و مش عارف اقول لك ايه، لكن شعور غير ثابت اكيد ليه فوفو. عموما عندك الاوت من دلوقتي جميل جدا من ناحيه سينز، وبيقدر ان هو يدخل التيم فايت حجر خلاص مساله وقت، وهيودع الضحيه الاولى بتكون موجوده لمصلحه فريق الاوكامي اي سبورتس. وبيقدروا كمان بكل بعيده قوي 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 من ناحيه فيوري 77 فيوري 77 بيقدر ان هو يجيب كمان كل، وبالتالي تيم فايت بكل ما في الكلمه معنى ناجح بحصولهم على تيرتل وايضا على اثنين من الكلات. تو كيلز وترتل طبعا بدايه موفقه جدا لصالح فريق الاوكامي. في اول 3 دقائق تقريبا بيبدا فرق الجولد معاهم يكون حوالي 1300 جولد لصالح فريق الاوكامي، والفرق دلوقتي نقدر نقول انه كويس جدا في اول 3 دقائق، بدايه موفقه لفريق الاوكامي. لازم هنا فريق التويستد يبدا ان هو ياخد حذره، لازم يحاول ان هو يجمع صفوفه كده ويبدا ياخد كيلز، زي ما احنا شايفين لانسوت هنا بيحاول ياخد الباف. اعتقد ان برونو برضه لسه بيجمع الايتمز كده، وفوفو زي ما انت قلت عليه يعني حمل كبير خاصه بيلعب قدام فريقه القديم وهو فريق لوكو. لكن على ايدس، على رايس كريم، قدر فعلا يجيب زد، لكن زد بيحاول يهرب، ولكن قدروا فعلا فالنتينا ان ياخد الكيل على كينجي، وكلاية ناجحه، كلاية موفقه بتعزز يعني الفرق لصالح فريق التويستد عشان يكون 2-1 لصالح فريق الاوكامي. فرق الجولد دلوقتي 1400 جولد لصالح فريق الاوكامي، ولكن الدخول كان غريب شويه من يعني زي ما قلنا اكسبورج كده، زي ما احنا شايفين دلوقتي اكسبورج بيحاول كان انه يعمل كلين ويكمل الفرق. قول لي يا ياسو كده رايك عن سلس، هل هيقدر يحل محل فوفو ولا هيكون صعب شويه انه يعني فوفو هيكون ليه الافضليه؟ والله بص، هو في المواجهات المباشرة هي اللي هتحسم حاجة زي كده، لما نشوف الاتنين ماركس مان بيلعبوا قصاد بعض، وعموما برضو تحركاتهم في الخريطة هتكون عاملة ازاي. حتى الآن سلس او سلس، ايوه هو اسمه هاين سلس يا جماعة، ولكن هو يفضل ان هو يدعى بسلس، وبالتالي احنا بنقول سلس بس عشان ما حدش يكون محتار من المشاهدين. من ناحيه فريق الاوكامي اي سبورتس بيلعب ببرودي قصادنا. عموما سلس من عند فريق الاوكامي حتى الان ما اتحطش تحت الاختبار، وشكله كده بيحصل عليه دامج عالي جدا ويعود للخلف بشكل سريع، اضطر ان هو يستعمل الفليكر بتاعته وبالتالي يعود للخلف فريق الاوكامي، ويفتقد لخدمات او يفتقر كده لخدمات الجولد لينر او الماركسمان بتاعه عند مهمه الترت. وعندنا هنا فوفو طبعا بيحاول قد ما يقدر ان هو ياخد جولد من التاور، وبيحاول ان هو برده يستفيد من غياب سلس من البوت لين، ويعني يعني في مثل بيقول لك يعني ان غاب القط يلعب يا فار، ولكن طبعا يعني مع احترامي لكل الشباب بس بقول ايه، ان هو في غياب سلس في اللين وغيابه عن مهمه الكلير بيقدر ان هو ياخد على قد ما يقدر من جولد التاور. عموما ترتل كانت سهله جدا، راحت لنصيب فريق الاوكامي تعزز صدارته بفرق يقرب يوصل ل 2000 جولد حقيقي. ولكن خلينا نقول اربع اعضاء دلوقتي موجودين في التوب لين، واعتقد الضيف هتكون موجوده، وفعلا يعني كاجا بيحاول يدور على سحبه، وفوفو طبعا بيحاول ياخد التاور، لكن الدمج عالي على التاور فعلا قدر ياخده، وقدروا كمان ياخدوا جوني لكن ما خدوش التاور. التاور فاضل له تقريبا وان هيت كده من فوفو ويقدروا ياخدوه، لكن الكل الثانيه بتروح لصالح فريق كويستل بيعدلوا النتيجه. واعتقد دلوقتي يعني فرق الجولد خلاص بقى 400 جولد بس، فالفرق مش موجود حاليا، الفرقتين دلوقتي نقدر نقول انهم متعادلين. ودايما هقول لك خلي عينك على فوفو او خلي عينك على برونو ياسو، يعني انا اعتقد انه هيكون فارق في الجيم ده حتى لو ما حالفهمش حظ فريق تويستد. ففوفو لازم هيكون مزعج جدا، ولازم فريق الاوكامي يعني يدور على حل من دلوقتي لبرونو، ويدور ازاي يقدر يوصل او يريتش الباك لاين عن فريق تويستد، ويقدر ان هو يجيب برونو كمان يجيب حجر بيلعب بيه فالنتينا. لسه ما شفناش منه حاجه مميزه، ولكن حجر هو لاعب مميز، واحنا عارفين قد ايه انه ممكن في لحظه يبدا يظهر ويبدا يعمل فعاليه مع فريق تويستد. هو بالفعل يعني حتى الان مشارك في كل الكيلز اللي عند فريق التويستد وتحركاته جميله جدا، ولكن عندك دلوقتي الاوكامي منتظر ان بس حد يعني يهوب كده يقرب بس من البوش بتاعه الديث بوش اللي هم عاملينها طبعا، يعني او اللي هي البوش الخاصه بالموت
انا صراحه الزرعه نقدر نقول الزرعه اللي هم كانوا واقفين فيها الجرين طبعا. وشايفين دلوقتي عندنا ان فريق الاوكامي بدا ان هو يرجع لورا زي ما فريق تويست بدا ان هو يرجع لورا. كله بيحاول ينظم سكوكو وبشكل سريع جدا بيحصل تنظيم كده او بيحصل تبتيل ما بين التوب لين والبوت لين. بيرجع عندنا فوفا وبيطلع عندنا فوفو للتوب لين, وكمان اكسبور بينزل للبوت لين عشان يقوم بمهام التواجد عند التيرتل. لكن شكل كده التيرتل مره ثانيه هتكون سهله جدا لو ساحه الاوكامي, يا اما يكون زد ليه راي ثاني في الموضوع ده. زد حاليا موجود والتاشر اكيد موجود. السكند عندك والريتريفيوش هتكون من نصيب مين؟ بالفعل بتكون من نصيب زد. وعندك كده جوان مازال مستمر على زد دراجون. زد دراجون لازم ان هو يرجع لورا. معايا مورتاليتي بيحاول ان هم يضيعوا له المورتاليتي. بالفعل المورتاليتي بتضيع, وحاليا كمان حياه شكلها هتضيع. معاه فليكر ولا معهوش فليكر, والكل بتروح للسلس ولكن هرجع لنقطه مهمه جدا انت ذكرتها يا عزيزي يا كولي, وهي ان كوكو ما زال حتى الان ما فيش اي ضغط عليه, وكل سريعه كده غريبه جدا. افتكرت صراحه ان دالس خلاص رجع, ولكن كان ليه راي تاني خالص فريق التويستد مايند حقيقي. وبص كده على الدمج اللي بيطلع منه, وكمان الدمج على التاور, يعني حرفيا انت لو بس فريق الاوكامي سرح كده عن اي تاور وفوفو كان عنده, فيعني 3 بيزكس كده ممكن يقدر ان هو بيهم ياخد التاور, فهيكون عنصر مهم. ولكن الايس كريم زي ما احنا شايفين كده اللقب اللي كانت موجوده على دورمي, ودورمي اضطر ان هو يتراجع هنا لان الدمج عليه كان عالي, وثلاث اعضاء دلوقتي موجودين من فريق الاوكامي. هل هيقدروا يعملوا حاجه ولا لا؟ الفرقتين دلوقتي قرروا ان هم يتراجعوا. 4 كيلات موجودين مع فريق الاوكامي, كيلتين موجودين مع فريق تويستد, ولكن الاثنين ترتل مع فريق اوكامي, والسلحفه كانت مع فريق تويستد. فريق جولد دلوقتي يعتبر مش موجود, يعني انت بتتكلم في 600 جولد بس في الدقيقه الثامنه, فاعتقد ما فيش فرق جولد بين الفرقتين. ولكن التورات موجودين, تورين من عند فريق تويستد وتور واحد عند فريق اوكامي, واعتقد التورات هي دلوقتي اللي هتكون عنصر مهم. يعني لما يكون في جيم متعادل زي دوت ومفيش فيه فرق في الجول, فالتاورز هنا هي اللي بتلعب دور كبير. الفريق اللي بيقدر ياخد تاورز ويقدر يفتح اللاب اكتر هو اللي بيقدر بيسيطر على الجيم بشكل اسرع. وبرضه انت تقول لي رايك يا ياسو كده, يعني انا اشوف التاورات في جيم زي ده هي هتكون عامل مهم جدا للفريق اللي هيقدر ان هو يبقى معاه الافضليه في الجيم. وانا بصراحه بالفعل هو اهم من اهم الحاجات يعني في المباراه هي الابراج, والابراج حاليا موجوده مع فريق التويستد مايندز. ولكن بشكل عام نقدر نقول ان الاثنين قادرين يفرضوا الريتم بتاعهم بشكل جميل جدا. الالتيميت موجوده حلوه قوي, ما لحقش حتى ان هو يعمل الهيت بتاعتها, ولكن الكل بتكون من نصيب كينجي طبعا عندنا في الدوبلين, وكمان البرج هيكون من نصيب فريق الاوكامي. بصراحه معرفش كان في كونسيل كده او اختفاء حصلت من عند كاجا من فريق التويستد مايندز, وحصل بعديها عوده سريعه للخلف, ما قدروش ان هم صراحه يستفيدوا منها نهائيا فريق التويستد مايندز, وعوقبوا بشكل كبير جدا بالحصول على برج التوب لين لمصلحه طبعا سالس ولمصلحه فريق الاوكامي. وحاليا فريق الاوكامي, ودي اللي انا بصراحه عايز اقولها بدون داعي, هو اللي ماسك المباراه. يعني شفت ان هم عملوا لقطه قلبت الموازين على تويستد, حاسس ان تويستد هم اللي راجعين لورا حقيقي. تويستد ماينز يعني تحس ان هم من بدايه المباراه نوعا ما بيلعبوا ديفنسيف بشكل غريب, يعني بيلعبوا بخطه دفاعيه بحته, وده مش مطلوب منهم. يعني هم عندهم الابيليتي او عندهم يعني القابليه او الدرافت بتاعهم يساعدهم ان هم يلعبوا على الايرلي جيم بشكل كويس جدا, ولكن هم قرروا يلعبوا بشكل دفاعي, وعشان كده فريق اوكامي طبعا بيستغل حاجه زي كده. فريق اوكامي يعني عنده خبره عظيمه زي ما احنا قلنا, كان المركز الثاني في الموسم الماضي, وعشان كده زي ما احنا شايفين رايس كريم بالنقب ورا النقب. واعتقد دلوقتي ان دورمي في خطر, هيقدر يجيبوا الكيل عليه ولا لا؟ دورمي يضطر ان هو يتراجع طبعا, وزي ما احنا قلنا بيلعبوا بشكل ديفنسيف وفريق اوكامي بيعاقبهم طبعا. واعتقد تير 2 او التور الثاني في التوب لين دلوقتي هيسقط لصالح فريق الاوكامي. فريق الاوكامي فعلا ابتدى يسيطر على مجريات المباراه بشكل غريب جدا يا ياسو, يعني تحس بس اللقطه اللي حصلت في التوب لين وهي كانت لقطه صغيره جدا, قدروا بيها ياخدوا كيلو وياخدوا اللورد, وعن طريقها ابتدوا يسيطروا على مجريات المباراه. وزي ما احنا شايفين كده كما القتل طبعا او نوفاريا قدر ان هو ياخد زد او لانسلوت كده, ويعني سهوله كده من فريق الاوكامي. تحس ان هم يعني بيسيطروا بخطوات بسيطه قوي, يعني الجيم مش فاهم, تحس ان هو صعب بالنسبه لهم. يعني هو انا ده اللي كنت بكلمك عنه, ان انا ما شفتش فريق الاوكامي عمل بقى تيم فايت والناس كلها اتدربكت وحاجات كبيره بقى, وكان في بوزيشن احد, ولكن ماسكين الماتش بطريقه غريبه. وعندك دلوقتي سنت انه يمسك اثنين حلو قوي دلوقتي, عندك الاوتوميت جاي من زد دراجون هيقدر ان هو يجيب الكل, بيقدر ان هو يجيب الكل, ولكن فيوري 77 من بعيد قوي 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 بيلاقيك يا فوفو, وبيقدر يجيب اول كل عليك يا فوفو, ويحصل على المجزره لمصلحه فريق الاوكامي. فريق الاوكامي اللي حاليا ما زال مسيطر على ارض المار,
سيطر كمان مباريه معاها 3 كيلات واربعه اسيست، فما اتخذش عليها شوت داون، حتى ما زالت الشوت داون غايبه على نوفاريا، ما زالت الشوت داون غايبه على سينزي، وحتى برودي ما اتخذش عليه كيلز، فالثلاث اعضاء يعني هيكونوا مشكله كبيره. 7 كيلات دلوقتي موجودين عند فريق الاوكامي، 3 بس عند تويستد. الجيم يعني ابتدى يهرب من فريق تويستد بطريقه غريبه جدا. احنا بنتكلم عنها يا اسو، انت كنت بتتكلم انك الدقيقه الثامنه كان تعادل بين الفريقين في كل حاجه تقريبا، في الجولد وبس فرق طور واحد موجود عند تويستد كمان. انت فجاه في دقيقه كده ما حصلش حتى تيم فايت كبيره، لقيت يعني فريق الاوكامي ابتدى يسيطر. وهنا بقى بنرجع نتكلم عن فرق الخبره، فرق الخبره. فريق الاوكامي عنده خبره، وقد ايه هو فريق يعني من الفرق اللي لازم اي فريق يعمل لها حساب، والخبره هنا لعبت دور. وبرده طبعا الدرافت بيلعب دور، دور مين موجود هنا واخد فيجن على اعضاء فريق الاوكامي، عشان كده ابتدى ان هو يتراجع. هنرجع ونقول الثلاث حوارات موجودين عند فريق تويستد مايندز، واربعه عند فريق الاوكامي، وقدروا ياخدوا الاوتر تو توب لين والتوت لين بس بفضل الابراج الداخليه، وبورك واحد خارجي موجود في الميد لين. انا بصراحه لو عندي تساؤل فهو ايه اللي حصل بالظبط؟ يعني هو ايه اللي انا فوتته في الماتش؟ يعني هو في التوب لين فعلا ماشي، حصل تيم فايت، الفريق التويستد استخدم فيه كونسيل ما استفادش بيها، وبعدها خدنا تاور لفريق الاوكامي، بس ليه التراجع ده؟ انا حاسس ان في، مش هقول لك انهزاميه، طبعا الشباب مش بيورونا الانهزاميه، ولكن بيورونا الانسحاب، بيرجعوا لورا مره واثنين وثلاثه. فهل يا ترى تتوقع يا خولي ان الفايت اللي جاي ده هيغير الامور شويه فريق التويستد؟ ما اعتقدش انه هيغير الامور، لكن لو وصلوا للليد جيم ممكن يغير الامور. برونو دلوقتي بيعمل سبليت بوش وقدر ياخد التاور تاني في ناحيه توب لين، وكان بيحاول ياخد الهيبتر لكن ما قدرش. الدمج دلوقتي موجود على كينجي، ممكن جدا بص برج الداخليه هيلحق ولا لا. الدمج عنده عالي جدا، وفعلا قدر ياخد، حتى لو هيضحي بنفسه قدر ياخد البرج الداخلي، وانا شايفها تريد ناجحه، ولسه مكمل على نايس ريم، والدمج عالي منه. ريفاريا بيحاول على كاجا، وكاجا اعتقد خلاص الطير يروح، طبعا ضحيه عشان فوفو يعيش. كان التريد ناجحه جدا من فوفو، قدر ناخد طوارين منهم برج داخلي في التوب لين، فانا اعتقد ان التريد ناجح جدا. لورد ده بكل سهوله هيقدروا ان هم يعملوا له ديفند، ومش هيخسروا ابراج داخليه. في المقابل عندهم برج داخلي قدروا ياخدوه في التوب لين، فهنا بحيي فوفو جدا على اللعبه دي. وطبعا الدمج موجود من نوفاريا، الدمج عالي هنا. واتكلمنا بقى عن اللورد اللي داخل ده، وقول لي يا اسو كده، هل هيقدروا ياخدوا بابراج داخليه فريق الاوكامي، ولا الدفاع هيكون موجود؟ صراحه دلوقتي عندك اللورد ما كنتش متوقع ان هو من فئه الانهانس، ولكن واضح عندنا العداد خلاص وصلنا للدقيقه 14، قدروا ان هم بدون يعني، ودي بقى اغرب يعني، انت فريق الاوكامي ما دخلش اصلا يحاول ياخد التاور، واللورد خده لوحده. هو فريق تويستد بيرجع ليه يعني؟ انا لو واقف دلوقتي، عارف كاني اصلا الكوتش اللي واقف ورا فريق تويستد، بترجعوا ليه يا رجاله؟ يعني انا عارف ان انتوا معاكم دامج ليت ممكن تتقلوا شويه، ولكن ده ما يمنعش ان انت برضو يكون في مقاومه، يكون في فايت باك، يكون في عندك شويه دفاع. يعني هو الصراحه زي ما انت قلت، زي ما انت اشدت باداء فوفو هناك في التوب لين، انا اشيد بيه مره ثانيه، ولكن هل ممكن النهايه نشوفها من البوت لين ولا لا؟ ده اللي نعرفه معاك. ممكن جدا نشوفها زي ما احنا شايفين كده، فريق الاوكي ما بيرحمش، وتريز داخل القطب بتاعته وتمتش عالي، وقدر ان هو يجيب فوفو من وسط الخمسه، واكس بورج هنا قدر ان هو يجيب كينجي او يجيب جوي عشان يخلي الدفاع ناجح، ولكن خسروا طوارين داخليين او اثنين انهبترز. دلوقتي موجود عندهم الميد لين بس اللي عايش، النهايه ما كانتش موجوده من فريق الاوكي، دفاع ناجح من فريق تويست، ولكن ما زالت المينينز موجوده، وما زال فريق الاوكي مصمم انه يجيب اخر دوري داخلي، ونكسب ده موجود، واللقب موجوده من رايس كريم على زد دراجون، ولكن زد دراجون بيضطر ان هو يتراجع. ولكن دلوقتي فريق الاوكامي هيبدا ان هو ينسحب. كده قبل ما اخد رايك اقول لك سريعا، يعني فريق التويستد مايندز هو بيلعب بخطه دفاعيه، ولكن انا من رايي برضو يعني الخطه الدفاعيه مش احسن حل، خاصه ان احنا بنتكلم ان هو عايز يوصل لليد جيم. ولكن انا شايف اصلا من وجهه نظري ان الدرافت بتاع الليد جيم اصلا موجود عند الاوكامي افضل بكتير من درافت التويستد مايندز في الليد جيم، فانت ليه بتلعب على الليد جيم؟ في الايرلي بتاعك كان احسن بكتير جدا من انك تدور انك تلعب ديفنسيف بالطريقه الغريبه دي وتوصل للجيم. هو بصراحه ممكن نتكلم برضو عن عنصر المفاجاه، يعني خلي بالك يعني، وانت لعيب برونو، احنا عارفين طبعا برونو لما يوصل ليت جيم الضربه منه مهما انت كنت محضر لها ومهما انت كنت جايب لها دفاعات بتوجع. يعني ضربه برونو بالباسف بتاع الفيرست سكيل بتاعته ممكن ان هي فجاه تخدرك كده، اللي هو الدمج ده كله جه منين؟ مش معقول. فممكن ده عنصر المفاجاه اللي فريق تويستد ماينز بيلعب عليه، ان هو يوصل ببرونو للليت، ويوصل كمان بكاجا اللي هيعمل برو دامج او اللي هيعمل ضرر حقيقي في الليت جيم. واضح كده
تركيز وتصميم فريق تويست على ان هم يلعبوا بمنظومه محوره هو فوفو. حتى الان فوفو مؤثر بشكل كبير جدا في المباراه بتواجد 1-2-1. طبعا 4 كيلات حصلت في المباراه، اكتر الناس اللي شاركوا فيها كانوا الدوريمي زد وكمان حجر، الا ان مره اخرى غياب غير مبرر لفريق التويستد من احداث المباراه. حقيقي غياب غير مبرر، ولكن اللورد حاليا موجود في ارض الفجر. اعتقد فريق الهوكم هيبدا ان هو يتجه عليه، ولكن فريق توستد ماينز مش لازم انه يسيب اللورد ده، قادر انه يفايت عليه، ولكن هو الدامج عالي جدا على حجر موجود من نوفاريا او موجود من فيوري. يعني نوفاريا ابتدى يبقى معاه دامج عالي جدا، وخلاص كمان قادر ان هو يجيب لانسلوت، والنوكب كانت موجوده، لكن طبعا الدشات بتاعت لانسلوت حاضره. اللورد موجود، هل هيكون الستيل موجوده ولا لا؟ طبعا مش موجوده، لان فريق توستد ماينز مش قادر يوصل اصلا انه يشوف الاتش بي بتاع اللورد وياخد فيجن عليه عشان يقدر حتى لانسلوت انه يحاول يعمل ستيل عليه. اللورد دلوقتي موجود مع فريق اوكامي، وهل هيكون يعني نهايه المباراه موجوده على اوكي ولا فريق تويستد ماينز لسه قادر يدافع؟ ده اللي احنا هنشوفه بعد دقائق بسيطه، ولكن برضه ما زال فريق تويستد ماينز في حاله الدفاع. انا بصراحه مش قادر احدد لحد دلوقتي يعني هم عايزين يوصلوا اي نقطه في المباراه عشان يبداوا ان هم يدخلوا فايتس او يحاولوا ان هم يخشوا مرحله الهجوم. تراجع ورا تراجع ورا تراجع من فريق تويستد ماينز، وبيكلفهم كتير جدا بما ان التراجع ده قدام فريق بحجم واسم اوكامي اي سبورتس. حاليا بنشوف ان الاوكامي بحكم الخبره ما بيسيبش طبعا الهدايا اللي بتقدم ليه على طبق من ذهب من فريق تويستد ماينز. حتى الان متفوقين في النتيجه ب 10-4 بالنسبه للكل، متفوقين كمان في الجولد بفرق يكاد يصل ل 7000. كونسيل برضو تانية غريبه من دورمي في البوت لين، كان بعيد جدا ان هو يجيب كينجي، ولكن هو ده كان الاختيار بتاعه. الالت دلوقتي من ناحيه نوفاريا جايبه فيجن على كل الناس، عندك لانسو بيحاول يوصل للباك لاين، بيحاول يشتري شويه وقت، ولكن الميد لين حاليا خلاص انتهى الوقت، خلاص انتهى الوقت. فريق الاوكام اي سبورتس داخل بالاثنين لين، ممكن يدخل بالثلاثه لين، بيحاول ان هو يشيل فريق التويستد واحد ورا الثاني. الاوكام اي سبورتس بدل مستمر على الضغط بتاعه، رايز كريم فاتح الالتميت، وبعد حصولهم على جميع الابراج الداخليه فريق الاوكامي يكتفي بذلك ويعود للخلف، في حين هو قادر ان هو يعود للخلف، ولكن سينزي او عفوا الارض الخاص بسينزي حاليا يذوق فريق الاوكامي. وفليكر اوتيت منك يا زد دراجون، زد دراجون والعوده للخلف. سينزي المره دي بيقول له الالت بتاع احسن من بتاعك يا حجر، بقدر ان انا اجيب الثلاثه، وشكل التيم فايت ما زال مستمر. ورجوع لزد دراجون اظن هي دي هتكون الحاجه الوحيده اللي هيخسرها فريق تويستد ماينز في اللقطه دي، وهي زد دراجون. ولكن بشكل مفاجئ شايف ان كمان فوفو وقع لمصلحه فريق الاوكامي سبورتس بصراحه كده يا كولي. انا مش يعني المره دي شفت مقاومه، يعني المره دي شفت فريق تويستد ماينز بيحاولوا يدخلوا قدام وبيحاولوا ان هم يدافعوا، ولكن يعني اثر ذلك او اللي هو اللي ترتب على ذلك ان هم خسروا 2 من اعضائهم. هل تتوقع احنا نشوف نهايه مع مينيون ويف جايه؟ وارد جدا نشوف نهايه، خاصه ان الثلاث اعضاء بس موجودين، لكن فوفو كمان 5 ثواني ويكون موجود بمساعده فريق تويستد ماينز. ولكن هرجع اقول لك فوفو البوزيشن بتاعه في الفايت اللي ما كانش احسن حاجه، يعني كان تقريبا لازق في تريزلا او في سينزي، كان لازم يبقى بعيد شويه ويحاول ان هو يدور على بوزيشن كويس يفايت منه، عشان كده سينزي اخذ عليه الكيل بكل سهوله. لان فوفو انت تقريبا يعني من اهم العناصر الموجوده او الدمج اللي موجود دلوقتي، احنا في مرحله الليد جيم في ال 20 دقيقه، فلازم انك تحافظ على نفسك وتاخد بوزيشن كويس. النهايه ما كانتش موجوده والدفاع موجود من تويستد مايند، ولكن زي ما انت قلت المقاومه كانت موجوده في الفايت اللي فاتت، وده سببه ايه؟ سببه ان تويستد مايند حسوا ان الجيم خلاص يروح من ايديهم ويضطروا ان هم يخشوا، لكن زي ما احنا شايفين كوزا هنا في الارض قدر ان هو يجيب سينزي، ولكن سينزي قادر ان هو يرجع فيري لو اتش بي، حتى المورتاليتي ما وقعتش منه. تويستد مايند اول ما حس ان الجيم بيروح منه اضطر ان هو يخش فايت، ولما دخل الفايت قدر يعمل حاجه، وده اللي كان لازم يعملوه من البدايه، يحاولوا يخشوا فايتس هيقدروا ان هم يلاقوا نفسهم بيكسبوا. الدرافت بتاعهم ممتاز جدا، انا مش عارف ليه واخدين شكل الدفاع الغريب ده دلوقتي، يمكن وقت اتاخر خلاص صعب ان هم يقدروا يفايتوا على النورد، زي ما احنا شايفين سيدي دراجون بيحاول يجيب فيشن على النورد، لكن خلاص اللورد كانت حسم من جوي او من كينجي، واللورد هيكون ايفولفد ومفيش اي ابراج موجوده عند تويستد ماينز، فممكن جدا نشوف النهايه لصالح فريق الاوكامي، وممكن برضه نشوف دفاع ناجح لصالح تويستد ماينز، ولكن انا اشوفه صعب الصراحه. هو فعلا دفاع مهمه صعبه جدا لفريق تويستد ماينز في اللقطه اللي جايه دي، لان هو معاه حاجات تعتبر سنجل تارجت او اللي هي بتعمل تركيز على على شخص واحد بس، وهي او عفوا على مينيون كده. احنا خلاص وصلنا لمرحله ان احنا دلوقتي لازم نحرس من المينيونز، لازم نحرس من اللورد اللي جاي، فبالتالي فوفو هيكون ليه تاثير على كلير، هيكون ليه تاثير على ان هو ينظف الويفا بشكل كويس، ولكن مش بالشكل الكافي. تواجد برضو اكسبورج هيفيد شويه، ولكن هل يا ترى هتكون النهايه من نصيب تويستد والرجوع، ولا هتكون من نصيب لوكي؟
احنا هنشوف ان اللورد فولمت موجود دلوقتي والالتيميت موجوده من لانسس عشان يحاول يهرب، ولكن دور اللي يروح فيها جوي هيدر او كينجي ياخد الكيل عليه. وهل الكيل الثانيه هتروح ولا لا للمرتلكه الموجوده؟ لكن خلاص مش محتاجين كيلات لان اللورد فولمت واللورد قدر يحسم المعركه لصالح فريق الاوكامي. جيم عجيب جدا من توست ماينز الصراحه، لعبوا بشكل غريب بشكل دفاعي.